لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. مشاهدي موقع تحيا مصر، احنا نتابع مع حضراتكم لحظة دفن عثمان الطالبة هنا التي توفيت في حادث اتوبيس الجلالة في مسقط رأسها بمدينة المحلة الكبرى بعد أداء صلاة الجنازة عليها من مسجد عبد الحي خليل في مدينة المحلة الكبرى، حالة من الحزن تعم الأهالي هنا طبعا انهيار الأسرة. انهيار طبعا الأسرة زي ما احنا شايفين كده. هنا طالبة في كلية طب أسنان وتوفيت في حادث أثناء عودتها من الكلية. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فاليه منقلبه. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وامامنا محمد رسول الله وحبيبه ومصطفاه الذي خاطبه ربه ومولاه قائلا له: انك ميت وانهم ميتون. وخاطبه الامين جبريل قائلا له: يا محمد صل عليه، حس ما شئت فانك ميت، واحمل من شئت فانك مطارقه، واعمل ما شئت فانك مجزي به. واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. اللهم صل عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغور الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، على كل المباهين بالدنيا وما فيها، هنا تنتهي الدنيا وما فيها. هنا أول منزل من منازل الآخرة كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إذا ذكرت أمامه الجنة لا يبكي، وإذا ذكرت أمامه الله لا يبكي، أما إذا ذكر أمامه القبر بكى بكاء شديدا. قالوا: لما يا عثمان؟ قال: سمعت من حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن القبر أول منزل من منازل الآخرة. إذا كان حسنا فما بعده أحسن، وإذا كان سيئا والعياذ بالله فما بعده أسوأ. يقول الإمام الشافعي: تالله لو عاش المتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره لا يعتريه السفن فيها مرة، كلا ولا تلد الهموم بماله، متنعما بجميع نعم عصره، ما كان ذلك كله في أليف بمبيت أول ليلة في قبره. ما كان ذلك كله في أليف بمبيت أول ليلة في قبره. ورد في الأثر: ما من يوم ينشق بدنه إلا وينادي ملك الموت في أهل القبور: يا أهل القبور، ألكم من حاجة؟ ألكم من حاجة؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما حاجتكم؟ نريد أن نعود إلى الدنيا. يا الله، يا رب ريحنا بالموت. ليس كل ميت استراح بميته، إنما الميت ميت الأحياء. حي بغير ذكر الله ميت، حي بغير صلاة ميت، حي بغير صلة قوية تربطه بخالقه ورازقه ميت. إحنا عشان الدنيا لهيانة عن موزانا، بنقول نكتب للزوجة الجميلة العمارات
قرارات السيارات الى غير ذلك كله من متاع الدنيا الزائل الزائل بالثاني. اما هم فقد صاروا تحت قانون يقول الله فيه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عرف حقيقه الدنيا، الدنيا ساعه فاجعلها طاعه، والنفس طماعه فالزمها القناعه. الدنيا للجميع والاخره للمطيع. الدنيا عرض حاضر ياكل فيها البار والفازك، والاخره وعد صادق يحكم كما قد وحد الله. لا اله الا الله. حبيبي جاري يا فاتري اصلي ولو ركعتين ونصوم ولو يوما واحد. نقول ملك الموت هي هذا هي الفرصه مع الشيم. فقد اقلبت السجلات، لا حسنه تكتب ولا سيئه تمحى الا ما استثناه الله محمد صلى الله عليه وسلم. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. وفي الختام نختم بما كان يكتب به شيخنا عبد السلام ابو الفضل رحمه الله بثلاثه اشياء: نكون من اسعد السعداء في الدنيا ويوم اللقاء. الشيء الاول قل بختم، الشيء الاول المحافظة على الفرائض وخاصة الصلاة. الشيء الثاني البعد عن كل شيء حرام. الشيء الثالث الإكثار من ذكر الملك الحميان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند سؤال. اللهم اغفر لها وارحمها وثبتها عند سؤال. اللهم لقد
وتابعي موقع تحيا مصر. كنا بنتابع مع حضراتكم لحظة دفن جثمان الطالبة هنا التي راحت ضحية أتوبيس الجلالة. طبعا يعني حالة من الحزن تشهدها مدينة المحلة الكبرى عقب وفاة الطالبة أثناء عودتها من الكلية. حصل أو حدث حادث الأتوبيس المروع. طبعا تم دفن الجثمان في مقابر المحلة الكبرى وهي مسقط رأسها. طبعا يعني زي ما احنا شايفين الأسرة في حالة انهيار. الطالبة في كلية طب أسنان يعني شابة جميلة لكن الموت خطفها الله يرحمها ويحسن إليها. أشكركم جدا وإلى اللقاء. الأسرة السيدة